نحن كشيعة لا يمكن أن نقبل بأنه يوجد شخص في هذا الوجود أكرم وأعظم وأفضل وأعلى منزلة عند الله من رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد. وما اختص الله به نبيه الأعظم لم في بعض الأمور لم يختص بها أحد من المخلوقات، ولذلك افتخر النبي صلى الله عليه وآله بماذا؟ بمقام الرسالة ومقام النبوة. وإنما جهة التساوي هي أن كل ما عند النبي صلى الله عليه وآله من صفات ومكرمات عدا النبوة جعلها الله عز وجل عن طريق النبوة والنبي في شخص أمير المؤمنين. فكما افتخر النبي بالرسالة افتخر علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه بأي شيء؟ افتخر بالإمامة التي لم يستطع أحد من القاصي والداني، من العدو والصديق، أن ينكرها وينكر وجودها عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هناك الكثير الكثير، مئات الأحاديث التي إذا أردنا أن نستقصيها لوجدنا كيف أن الجميع وخصوصا منذ عصر النبوة والصحابة كيف أنهم جميعا اعترفوا لعلي عليه السلام بمقامات ومراتب ولم يعطوها لأحد، وهي أحاديث لا توجد في كتبنا وإنما في كتب إخواننا أهل السنة الذين رووا عن السيدة عائشة، عن الخليفة الأول والخليفة الثاني وكل الصحابة ما قالوه في علم علي عليه السلام. وإلا هناك أحاديث ليس فقط في علم علي وإنما في مختلف مقامات علي رويت، ومنها أن السيدة عائشة التي تقف وتقول لوالدها الخليفة الأول: ما لي أراك كلما وقعت عيناك على علي بن أبي طالب تطيل النظر إليه. قال: بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: النظر في وجه علي بن أبي طالب عبادة. إذا كان النظر عبادة فكيف تولي ومشايعة ومتابعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟